سلطة الورقيات. شوف شوف أنا بأخذ هذا وأنت سلطة الورقيات. اقرأ. أوكي. سلطة ورقيات بالبيستو صوص، بنجرجير مقطع، خس مقطع، جزر مبروش، وكرانبري توت مجفف، جوز قلب قطع، بندورة كرزية، وجبنة مجدلة تركية. صحيح الكلام. للصوص بدنا 3 معالق كبار من البيستو صوص، ربع كوب عصير ليمون، 3 معالق كبار من خل البلسمك وملح. بلسمك صرت أعرف أحكيه. صحيح. والجبنة ضايل لك يعني ما خلصتها كلها. ماشي. يلا رح ناخذ معك احنا شوية كومنتس. ناخذ كومنتس. ناخذ اتصالات نتشرف فيهم. سلمى بتصبح عليكي من الشام. سلمى الخياط ومريم حيمور ما شاء الله، ماري او ماري فرح عبيد صباح الخير. كمان رح اطلع اخذ تعليقات اللي بالاول عشان اللي ما لحقناهم من البدايه. هيام ربيعات صباح الخير لك اكيد. ام اوس صباح العسل للناس العسل، شكرا. ام قاسم مدالجه صباح الخير. ام يوسف ايضا بتصبح علينا. و مين عندنا كمان؟ ام وليد مبدعة. يلا رح نعمل هلأ شوية جرجير. يلا وخاص هلأ الورقيات حكيت معنا أخضر جرجير شوي من فضلك. جزر، خس آيسبرغ، للاروسا، فرنجي أحمر أبيض، شو عندك حطي. زاكي كله زاكي وبالبق هالشكل. بعدين هنحط جزر كمان، مبروش زاكي كتير بيلبق مع الفينيجر بلسمك أو خل البلسمك اللي هو خل العنب المعطق. يلا صدق معك. نهيل الرفاعي صباح الخير، شغل متكتك. وأم سامر حداد صباحكم نورين، بصبح على بناتها سناء وسوسن وسهام وسحر أكيد صباح الخير لهم جميعا. أبو عمر دواس صباح الخير. أم فراس ياسين من صباح عليكي. أسمى سليمان، رحمة محمد، أم عماد عبد الله. إيش اللي أشوف وين بنلاقي جريش؟ جريش ناعم. ناعم. يعني عند العطار غالبا، عند العطار. ما هو أنا عم بتطور مع الوقت يا ورود، يعني كله الكرنبري. أنا في شغلات كثير ما كنت أعرفها، شف عرفتني إياها. البركة أكيد. الكرنبري هو عبارة عن التوت المجفف، حطيه بشوية ماء فترتكة، يعني عدي 1 2 3 10 15 وشيليه فورا، بس يطرى كرمال إنه يكون لابق مع قوام السلطة. كتير زاكي، حموضته رهيبة. ممكن فيكي إذا ما عندك كرنبري تحطي زرشك اللي هو حبوب الرمان المجفف. ممكن كمان يا تحط سلام. جوز قطع، جوز أمريكي أو البيكان اللونه بني كمان، برضو كمان بصير. يس معك إحنا. هذا إيش شيف؟ هذا بيستو صوص سويناه كثير، بس أنا مجهزته رح يفوت في الدريسنج، رح تستغرب كثير. في جاهز كتير. في جاهز بالضبط، اللي بدها توفر على حالها، لأنه أنا برأيي هي هي التكلفة نفس سعر المرتبان نفس ما بيعمل لك مبدئيا. طيب مالك أحمد الروابدي، أنا كل شو طالع من هديك الجهة، أنا بحاول أقرب على الطبق قد ما بقدر. طيب أم خالد كتوف، يا سلام أبدع، إشي بشهي مبدع. شف علا، صوفيا الزواهري سعد صباحك أكيد. أم أحمد حنطولي سعد صباحك. وابتهال صباح الخير. جبنة مجدلة حلوة تركية موجودة بالأسواق، في منها المعلب وفي منها عند الدلي، تاخدي بالكيلو بالدينار بالنص دينار، أبدا مش حيل، أرخص لك. هل هي نفس الجبنة ولا لا؟ نفس الجبنة، لا تشتريها معلبة. لا والله إنه الحق علي، والله إنه أنا بدي أسأل، والله لأنه بعيد عنها قلت لأنه أستبق الحدث وأقرب لها إياه. والله هو جوعان عشان هيك بخربط ولا مركز بأي شطة إبراهيم. والله بتعرف شغلة، رح أرجع كل المقادير هون كونه أنا مش مركز ولا بشوت. هيهم رجعوا هون. أنا ساكتة. طيب. مش رح أعلق. ليه؟ هلا بتخلص لحظة. يومنا مش فايد. ها؟
يس. دقيقة، جبنة مجدلة وتجدلت مرة تانية، ربطناها، هذا عقد حبنا لجمهورنا، هيك إحنا عقدناكم معنا هالشكل. كل إشي بيصير مع الشيف، كل إشي تمام. بعدين رح أجيب شوية هيك كرامبري من الكرمل، تقدروا تلاقوا عندهم بصراحة السعر بجانب كتير من الهولسيل اللي بالسوق فرق كتير كبير، كتير كتير مو شوي. أوكي يلا، هلأ البيستو صوص رح نحط، بيستو صوص ورح نحط عليها عصير ليمون وفينيجر بلسمك وملح وبس. حطيهم على السلطة متى؟ قبل ما تأكلي حط شوية ملح، وديري بالك في منه مالح وفي منه مش مالح. وهي البيستو صوص يا ستي الكريمة، عصير الليمون والملح، إشي رهيب. سلطة ممكن يستخدموا جبنة فوراتا، ممكن يستخدموا الفريش موزاريلا اللي هي زي الطابة بتكون. هاي ليمون بيستو صوص، وبما انه انا عندي الفينيجر بلسمك مالح فانا رح احط طقة صغيرة من الملح بهالشكل وبس. وهذا الدريسنج صار ريدي، بنحطه قبل التقديم، والله يعطيك الف عافية. يعني اليوم أبدعت الشيف فعلا زي كل يوم، يعني مش بس اليوم، بس دائما في إشي مختلف، دائما بتعطينا إشي جديد. شكرا لك، الله يرضى عليك، يسعدك، شكرا. خلاص نظبط حالنا، انا يسعدك، هاي انا مش مطمن. بس على كل حال شكرا لك شيف، يعطيك الف عافيه لليوم، الله يرضى عليك. نشكر كل اللي تابعونا اليوم من بدايه حلقتنا بساعتين، اول ساعتين بضيوفنا، وايضا الساعه الاخيره بمطبخ يوم جديد. الله ستر مشيت. ويعني نشكركم على متابعتكم، إن شاء الله نشوفكم بحلقة قادمة، وإلى اللقاء. أكيد أشكرك إبراهيم، وأشكر كل الزملاء دائما على تعاونهم وعلى نفسهم الطويل معنا، جنود مجندة خلف الكواليس. إحنا اثنين بنطلع بس في ورانا 30 واحد عم يشتغل أو خلف الكواليس، أكيد هم دائما في مقدمة الطريق. كل التوفيق للجميع، وإن شاء الله نكون عم نقدم إشي يليق بقيمة شاشتنا الكريمة، وكمان بقيمة كل اللي عم يشوفونا وحتى عم يسمعونا من خلال إذاعة الوطن الأولى، من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.